السلام عليكم إخواني وأخواتي، مساء الخير عليكم. كنتمنى تكونوا بخير نتوما والأهل ديالكم. خوتي الحبايب، اليوم غادي نهضروا على الملحد المشرك بالله، تسفين بالقزيز. راكم كتعرفوا بأنه أكبر ملحد اللي كاين دابا على الصعيد ديال المغاربة اللي موجودين أوروبا. وهذا الملحد هذا يعني من غير الحد ديالو كاين تما عاوتاني العداء الوطن، كيتكن واحد العداء كبير للوطن ديالنا، وراه خائن الوطن وعدو لدود الوطن ككل. كيسب بالمغاربة، كيبخص بالمغاربة، كيسبهم، كيسب ملكهم، يعني كيسب شعب كامل بدون ما يعني بلا ما يعطي قيمة للأحاسيس ديالهم، واش يبغي ولا ما يبغيوش. والأكبر من هادشي هذا كامل هو أنه كيسب الله سبحانه وتعالى، وكيسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيبخص بما أنزل الله، كيبخص بالقرآن، وكيكذب القرآن، كيكذب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الملحد ديال التسفين بالقزقيز، وكيجتهد في ذاك الشيء هذاك، كيجتهد باش ينشر ذاك الفكر، يعني بالموازاة مع الفكر اللي عنده، الفكر الجمهوري، الفكر الجمهوري اللي هو كيقول على أنه من المؤسسين ديال الحركة الجمهورية، حركة الجمهوريين المغاربة اللي أسسها في أوروبا بإيطاليا. قلنا هذا الملحد هذا ربي ابتلاه باش على الله ياخذ درس، ولكن باين على أنه ما بغاش يعود عن غيو وباقي زايد فيه. ربي تلفو في هاد الأيام الأخيرة، ربي عطاه التلفة، تلفو في حياته كاملة، كان هكا ولا لتحت، مراته مشات عليه، الفلوس ما بقاوش عنده حتى ولا كيطلب، بل ربي دلو الله، دلو الله سبحانه وتعالى، حتى ولا كيطلب، حتى ولاو كيصيفطوا ليه الناس الأوروهات بعد بضع أوروهات باش يعيش ويعيش دوك الولاد، ويشري ليهم الحوايج بحال اللي قال بفمو فواحد الفيديو بعد ما سمحات فيه منيا فاهيم اللي هي الزوجة ديالو اللي كانوا متزوجين 23 عام، 23 عام وهي كتفسد عليه وهو ما عارفش وعايش بحال حولي. وفعلا لأن ما كانش ما خصوش يتعجب علاش كانت كتفسد عليه، بما أنهم كانوا ملحدون، والإلحاد يمكن كيسمح ليهم بتبادل الزوجات، وكيسمح ليهم بمسائل أخرى اللي هي خارجة عن نطاق الإسلام ديالنا، وبعيدة كل البعد عن مبادئ ديال الإسلام وعن الأعراف وعن التقاليد. نعم، قلنا النتيجة ديال الحياة ديالهم اللي عاشوها هكاك هي هذه، شتتهم الله وترنشهم، وخا كيبقاو الضحايا هما ديك الأطفال، ولكن ربي سبحانه وتعالى يكون بيهم. قلنا هاد الشخص هذا ما بغاش يوعى ويرجع للطريق ويعترف بأن رب، يجلس بوحده ويقول ربما الله كيخلصني، ربما أنا خطأت حق الله، ربما أنا ربما وربما، ويرجع الطريق ويفكر، لأن بحال اللي قلتكم ربي تلفو التلفة وحدة التلف، مبقى ما عارف ما يدير، تالف في القضية ديال ولادو، وتالف في القضية مع مراتو، وتالف في القضية ديال الحركة ديال الجمهوريين، مبقاش كيأدي حتى شي لأنهم نكروه وحيدوا لي جميع الصلاحيات، مبقى كيأدي حتى شي دور، مبقى كيأدي والو. وسمعنا بأن كاين انقلابات وقع في الحركة ديال الجمهوريين وديالو اللي كيقول هو المؤسسين ديالها، وقع فيها أحداث ديال انقلابية داخل الحركة،
كنتمناو الله الله يشتتهم، الله يعطيهم شتات على شتات، بما انهم كيبغيو الوطن شي حاجه اللي ماشي مزيانه، وكيبغيو الشعب شي حاجه اللي هي ماشي مزيانه، كيبغيو يقلبوا لنا حياتنا الى جحيم. واش الى جاو هادوك الله يستر يا ربي وجاو جمهوريين، واش غيديروا فينا الخير؟ راه ما تبدل صاحبك يما كرف منه، خليه الى جا بنادم جايع راه الجيعان الله يستر الله يحفظك من الجيعان الى شبع، ما الاخر اللي شبعان راه ديجا شبعان. فهمتوني؟ فهموني اخوتي المغاربه. قلنا بان هذا الخائن الكبير هذا ربي تلفو تلفا يعني متلوف، وتبقاو كي اتاكيوه حتى الناس اللي كانوا البارح معاه، بحال واحد منهم اللي غيتشكى منه دابا سميتو طارق ياسين، داك عدو الله اللي كاين، عدو الوطن، عدو الله اللي كاين في امريكا. إذا بحال اللي شفتو إخواني وأخواتي، كيهضر في هذا الفيديو على داك طارق ياسين اللي في أمريكا، اللي علق عليه واحد التعليق يعني كيزيد فيه مع المرا ديالو اللي هي مونيا، وكيساند مونيا وكيدعم مونيا ضده هو، وطبيعة الحال معجبوش الحال وأتاكا. هما جوج بيهم كيبقاو اعداء بالنسبه لينا حنا كمواطنين، كيبقاو جوج بيهم اعداء ديالنا وخوانا ديال الوطن، عمرهم يكون عندهم بلاصتهم داخل الوطن. قلنا بان هاد بالقزيز هذا ملي ما بقى كيعطي حتى شي حاجه للحركه ديالهم ديال الجمهوريين، واللي هي تبرأت منه واحد البلاغ اللي هو مشروع مؤخرا تبرؤوا منو، فواه جميع المناصب اللي كانت عنده، يعني ما بقى عنده حتى شي دور. تصوروا شوفوا على دلل الله سبحانه وتعالى، ما بقى عنده دور في الحياه ولا في الحياه الزوجيه ولا في المهنيه
ولا في النضالية ولا ستر الله، ما بقى عنده تفسي حاجة. وهالشي كامل عوض على أنه يعود للطريق هو كيزيد فيه، ومع الأسف على أنه كيأثر بعض بنادمين، بعض البشر اللي عقولهم ناقصين، عقولهم خاويين، كتلقى هادو كيأثروا عليهم. غنوريكم منهم واحد المقطع ديال واحد إنسانة اللي كتسمي راسها سناكول. هاد سناكول سمعوا شنو كتقول على هاد الملحد، على هاد الكافر بالله، على هاد المشرك ديال بن القزيز. سمعوا شنو كتقول عليه هادي. كتحبي في الله وتيا كتعرفي هو ملحد ومشرك مغربي، شعب محقور، حشومة عليك الكلمة، الشعب المقبوع، الشعب المجوع اللي في المغرب. بزاف على يمك يا الحمارة يا الكلمة، ترى تقولي الشعب المجوع؟ الشعب شبعان والحمد لله، عندنا بطاطا كدير غير جوج دراهم، الخضرة كلها كدير جوج دراهم، كميرة بدرهم، بيضة بدرهم، فرماجة بدرهم، تاكل وتاكل، ميمكنش تبقى بالجوع عندنا في المغرب يا الزنديقة. سمعوا اش غتقول هاد الزنديقة؟ كمناضل كيبغي كيدافع على الشعب المغربي، الشعب المحقور، الشعب المقبوع، الشعب المجوع اللي في المغرب. سمعتوا اخواني واخواتي شنو كتقول هاد الزنديقة على الشعب المغربي الحبيب، الشعب اللي عايش حياته، الشعب اللي عايش في السلم والسلام وفي الامن والامان، الشعب اللي قلت لكم ياكل غير بخمسة دراهم يتقدى، جوج كيلو ديال بطاطا وكيلو ديال ماطيشه وجوج خبزات وهو موكل واكل، الشعب اللي كيشري غير بيضه بدرهم، كميره بدرهم، الشعب اللي الحمد لله الخيريات موجوده. يعني هذا الانسان، هذا واحد الانسان محترم وكيدافع على الخوت المغاربه الفقراء واللي ضايعين في باش كيدافع عليهم خوتهم الفقراء. فاش شتي كيفرق صدقة، شتي كيزكي، شتي كيعطي شي حاجة للدولة لصالح الفقراء، اش كتقول لي كنيسة يا الخمزة؟ سمعوا أخي إخواني وأخواتي، أول مناضل اللي غير لها الفكر ديالها، يعني الفكر ديالها ما غيروش ليها المعلم في المدرسة، ما غيروش ليها باها، ما غيروش ليها أمها، ما غيروش ليها المجتمع، لا خالتاتها، لا عمتاتها، لا عمامها، لا أساتذة، لا معلمين، تجاه هاد الملحد هذا هو غينور ليها قلت لك طريقها. شوفوا الكذوب، شو شحال جالس غير ليها وفعل ليها وترك ليها في الاخر الاسم ديالو ما كتعرفوش، لانك تهضر الهضرة وليدة الوقت. لا انتيا غتخرجي من المحنة، يعني كنحتارمو يعني يكون ملحد او يكون مسلم، انا ما تيهمنيش، يعني انا ما غاديش نتدخل في
والتضامن ديالك غادي يزيدو. نتيا يا اخي السيسه يا دنيئه باينه عليك، ملي ما غيروش ليك المبادئ ديالك الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله، ما غيروش ليك الفكر ديالك تاجا بالقزيز وغيروا ليك، يعني ما فيك خير مما غيروش ليك الفكر ديالك باك وامك وعائلتك والمجتمع اللي داير بيك. مالو كتسمى والو نتيا والو زيرو يا سناكول. وهادو يعني مع الاسف كنلقاو بان واحد النوع حالات البشر هادو كيتاثروا بهاد الخامس هاد الملحد هاد المثلي ديال التشفين بالقزقيز. اخواني واخواتي كنتمنى منكم ومن الاخوان كاملين والاخوات والاحرار والحرائر كاملين باش ياتاكيو هاد الناس هادو، ما يبقاوش يدخلوا لعندهم، ما يبقاوش يكليكيو عليهم كاع هاد التشفين بالقزيز ولا هادوك اللي جمهوريين ولا هادوك كاع ديك صحابين الفكر اللي هو غادي يخرج علينا، لان هادوك الافكار اللي كيبغيو يعني يديروا هادو كاين بعض كاين الفكر اللي يقدر يخرج علينا يشتت المغرب يشتت نهائيا اجتماعيا وكل شيء. فهمتوني اخواني واخواتي؟ ولهذا خصنا نكونوا على حذر وما نبقاوش نشجعوا بحال هادو، ولو ان كليك راه كنشجعوهم وديما نكونوا ردين البال منهم ونعسوا على بلادنا باش تبقى ديما مستقره وما تهزها حتى شي حاجه وما تزعزعها حتى شي حاجه، ونبقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم عايشين في امن وامان وفي السلم والسلام. وما كنقولوش بلادنا غنيه من اغنى الدول، وما كنقولوش بلادنا ما فيهاش الفقر، لا بلادنا فيها الفقر فيها الفساد فيها كل شيء، ولكن احنا كنصلحوا والاصلاح ما كيبداش من الفوق ما كيجيش كيطيح من السماء بعض ضربه واحده، الاصلاح كيبدا شويه بشويه. احنا طالعين احنا ماشيين احنا كنصلحوا حتى نصلحوا ان شاء الله المغرب ديالنا كامل ونوليو عايشين بخير. ما المعيشه اخوتي راه غير اللي كيبغي يكذب على راسو واللي كيبغي يغطي الحقيقه بالغربال، بحال اللي كيقولوا كيغطيو الشمس بالغربال. ياك المغرب اخوتي الرخاء، الماكله موجوده، الخضره موجوده الحمد لله، والله العظيم بالله العلي العظيم الا كتبقى في الاخر في العشيه النهار ديال السوق في العشيه كتبقى الخضره مليوحه في الزنقه مليوحه ماشي كتباع لا مليوحه، عاد كيجيو ناس اخرين اللي ما عندهمش مساكن كيديوها. فهمتوا الخير موجود اخواني واخواتي وانتم عارفين وعايشين فيه وكتشوفوه كتشوفوا بلادنا اش فيها. ما تفتحوش ودنيكم لهذوك الشمايت اللي كيبغيو واحد الحاجه كنعيشوها وكنشوفوها وكيبغيو يحيدوها لينا من عينينا كيبغيو يديروا لينا الجلاله، لا ما نتبعوش هذوك، نتبعو حنا اللي كنعيشو ونقنعوا باللي عطانا الله ونعيشوا في سبيل الله الوطن الملك. والبنادم راه كيموت على بلادو ولا على ولادو، وهذه راه معروفه عند المغاربه كاملين. وتحيه خالصه وطنيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مره اخرى ان شاء الله.